بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ سكشن النهارده هناخد سكشن 3، هنحل فيه شويه مسائل من شيت 5، سواء كانت المسائل موجوده في الشيت نفسه او موجوده في الكتاب، عشان نحاول نكفر اكبر اريا ممكنه في الجزئيه دي. بالنسبه لشيت النهارده، تعال نشوف أول مسألة. مسألة رقم 4-2 بيقول لي هات لي simplified boolean expression from circuit دي، يعني هو مدينا السيركت وبيقول لي طلع منها الفانكشن بتاعت الأوتبوت بتاعتي، بس بشرط تطلع simplified function. زي ما شايفين هنلاقي عايزين نطلع الفانكشن بتاعت اف والفانكشن بتاعت جي. تعالوا هنمشي على الباص بتاع كل اوبوت. تعالوا نطلع مره الاف، هنا نطلع جي. لا الاف داخل هنا حاجة اند، داخل عليها حاجتين، حاجة جاية من ناند، حاجة جاية من او. اللي جاي من ناند جاي اي داش مع دي اي داش كل داش، هذا اللي طالع من ناند دي. فلو فكيناها هنوزع الداش يبقى عندي اي بلس، طبعا داش مع الداش هتضيع، فيبقى لي دي دوت اي داش. جبناها تاني ازاي؟ ادي اي داش دي دوت اي داش، وهنا عشان الناند فكل اي داش، الداش هتطير الداش دي وهتطير الداش دي، ونكت اند هتبقى بينهم ايه؟ بلس. اندنج مع مين تاني؟ اللي جاي من الاور دي، اللي جاي من الاور دي جاي منها مين؟ جاي اي داش ومين؟ بي دوت سي. A داش أورينج B C. تعالوا نحاول نعملها simplify. يمكن نعملها simplify بالdistribution الأولى، فاكرين هاخد A مع ال A داش و A مع D، وهنا مش هقدر أعملها simplify، مفيش حاجة أعملها simplify، فدي بواحد، فيتبقى A plus D في A داش plus B C. تعالوا نفك المعادلة، هنا A في A داش بزيرو، A بي سي أورينج A داش دي أورينج مع بي سي دي. الفانكشن دي ممكن أعملها simplify، عندي طريقتين، لما استخدم بوليان الجبرا لما استخدم كيماب، حلها بأي طريقة. طب لو حليت حبيت أحلها بالبوليان الجبرا، تعالوا كده عايز افكركم، كان في قانون اسمه سينس اس ثيري، ده بيقول ايه؟ بتقول ايه القاعده دي؟ بتقول لو عندي اكس واي بلس اكس داش زد، ادي عندي اكس وهنا اكس داش، والترم التالت عباره عن مضروب التو فاريبل دولت، فده بيضيع. يعني برضو ممكن يجي لي لو عندي مثلا اي بي داش أورينج سي بي، أدي بي وهنا بي داش، والترم التالت كان عبارة عن اي سي، طيب يبقى لو عندي بي والكومبلمنت، عندي فاريبل والكومبلمنت بتاعه والترم التالت هو حاصل ضرب التو فاريبل التانيين، فده بين ايه؟ بنمسح. طب هعملها بروف، انا عملتلها بروف قبل كده في السكشن، هبقى اعملها بروف برضو تاني النهاردة، بس تعالوا نحل الأول بيها المسألة دي. هنلاحظ ادي اي داش وادي اي، وهنا بي سي وهنا دي، والترم التالت عبارة عن بي سي دي، فده اقدر امسحه، فيبقى السمبليفاي في الاخر اي بي سي اورينج اي داش دي، ده يبقى حل الجزء الاولاني. تعالوا بالنسبة للجي، جي داخل لها مين؟ جي داخل لها برضو
اللي جاي من الأورنج اللي هو A داش أورنج بي سي أندنج مع مين؟ مع اللي جاي لها من الناند دي. الناند دي كان جاي لها مين؟ هي دي مع ال A داش، يبقى دي دوت A داش كل داش. حبيت أعمل لها سمبليفاي، تعالوا A داش بلس بي سي هنا دي داش بلس A، بدي ماركن لو، تعالوا نفك القوسين، يبقى عندي A داش دي داش ورينج مع A داش في A بزيرو، بعدين بي سي دي داش بلس A بلس A بي سي بي سي في. نلاحظ هنا ايه برضو، هنا اي داش وهنا ايه، والترم التالت عبارة عن مين؟ بي سي في دي داش، ولا يحصل فيه اتمسح. تعال يبقى اي داش دي داش بلس اي بي سي. ده كده حل المسألة. تعالوا هنا بس تعالوا اوصف لها السيري، اسمها كونسنس كونسنسس سيري، ياخدناها في شابتر 2، دي اللي حلينا بيها المسألة. تاني السيري دي بتقول لو عندي إكس وعندي إكس داش زد مثلا، أدي إكس وأدي الإكس كومبلمنت. الترم التالت كان عبارة عن فاصل ضرب التو فاريبل التانيين، فده بنمسحها، يعني إكس واي إكس داش زد، وهنا واي زد، فده بنمسحها. طب نعملها بروف إزاي؟ سهل خالص، كنا هنعمله أدي xy plus x داش زد plus y زد، دي ناقصها مين؟ ناقصها x plus أورينج x داش، يبقى xy أورينج x داش زد plus xy زد plus x داش y زد. ممكن ناخد ده مشترك وناخد x داش زد من ده مشترك، يبقى هنا xy بقى واحد أورينج زد، أورينج x داش زد واحد أورينج واي، ده واحد وان وان، هتساوي في الآخر إكس واي بلس إكس داش زد. ده البروف بتاع السيري دي، لكن حل المسألة هو الجزئية دي بس. تعالوا question 4.4، بيقول لي design combinational circuit with 3 input and 1 output. بيقول لي في حالة إيه؟ يقول لي الاوتبوت 1 لو الباينري فاليو اوف ذا انبوت از ليس ذان 3 ذا اوتبوت از 0 اذروايز. يعني بيقول لي ايه؟ بيقول لي اعمل دايره ليها 3 انبوت اكس واي وزد مثلا، واحد اوتبوت. الاوتبوت الاف ده بيطلع هيطلع يا اما 1 يا اما 0. طب على اساس ايه بيطلع 1 وعلى اساس ايه بيطلع 0؟ بيقول لي لو كان الانبوت بتاع الثلاثه دول قيمته أقل من تلاتة فيدينا واحد، عكس كده يدينا إيه؟ زيرو. يبقى عرفنا إن أنا عندي إكس وواي وزد وعندي أوت إف، فنعمل تروث تيبل، تلاتة فاريبل، يبقى عندي تروث تيبل مكون من كام؟ كومباينيشن أربعة تمانية. هنا اتنين زيرو 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 وان وان زيرو وان زيرو وان زيرو وان زيرو ايه وان. هنا بيقول لي لو اقل من تلاتة يدينا واحد، فده قيمته كام؟ الديسمال زيرو، ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. فهنا ده زيرو اقل من تلاتة اه بواحد، واحد اقل من تلاتة اه، اتنين اقل من تلاتة اه. طب تلاتة أقل من تلاتة؟ لأ، وقال لي أقل من، مقاليش أقل من أو يساوي، يبقى الباقي كله هنا يبقى إيه؟ يبقى زيرو. الخطوة اللي بعديها أعمل إيه؟ أعمل كي ماب أدي إكس واي زد صفر واحد زيرو 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 وان 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 زيرو صفر واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. دي إكس داش وده إكس، ده واي داش زد داش واي داش زد واي زد واي زد داش. عندي وانز فين؟ في زيرو واحد واتنين،
العمليه سيلكشن ترمي دولت في اف تساوي الترم ده اللي هو يبقى مين اكس داش من الثابت هنا واي داش اورينج تو ترم دولت من الثابت في الرو اكس داش من الثابت في الكولوم زد داش اقدر دي اللي هي ممكن تساوي اكس داش واي داش اورينج زد داش فاقدر ارسمها كده اكس داش داخل اندنج مع ادي في اور داخلها واي داش زد داش ممكن تكتب اكس داخل عليها نقطة او تكتب اكس داش على طول الاتنين داخلين عليه في الاخر على وده كان جزئية اي. تعال نشوف بي. بي بيقول لي مسألة تانية بيقول لي الاوت بقى هنا هيكون بون برضو عاوز هي تلاتة انبوت واحد اوت بس المرة دي هيبقى بون امتى لو اللي داخل رقم ايفن لو كان الرقم اللي داخل ايفن يعني لو كان زي عندي زيرو وعندي اتنين وعندي اربعة وعندي ستة هيدينا ايه ونص هنعمل ترو ستيبل ونكتب عندي زيرو واحد عندي اتنين واحد عندي اربعة واحد عندي ستة واحد ممكن نحلها على طول لما نعمل ترو ستيبل نعمل على طول الايه الكي ماب اكس واي زد يبقى عندي عند مين؟ وان عند زيرو وعند أربعة عند اتنين وعند ستة الأرقام الإيه؟ الإيفن فهنا إف هتساوي مين من الثابت هنا؟ الزد إيش؟ طب أرسمها إزاي؟ أرسمها كده عادي خالص زد وهنا يطلع إف تقول يا باشمهندس كان المفروض داخل واي إكس واي وزد تلاتة تلاتة إنبوت إزاي هنا داخل لي زد؟ هي خلاص هي الفانكشن بتاعتي ديبند بس على الزد وإكس وواي دونت كير مش فارقين معايا مش هستخدمها. نكمل بقى بقية المسائل نخش على مسألة رقم 4-5 يعني عندي تلاتة input x y و z وتلاتة output a و b و c يقول لو ال input f input 0 1 و 2 و 3 ال output بيبقى عبارة عن ال input plus 1 لو كان الانبوت 4 5 6 7 الاوتبوت عبارة عن الانبوت ماينس 2 يبقى تاني لو الانبوت 1 0 1 2 3 هيبقى الاوتبوت بتاعه هو نفسه الانبوت بس ازود عليه واحد لكن لو كان الاوتبوت 4 5 6 7 هيكون الباينري اوتبوت كام هيكون الاوتبوت الانبوت ماينس 2 فهنعمل الترو ستيبل العادي بتاعنا ده قيمته او الاندكس بتاعه وهو برضه هو الديسمال فاليو بتاعته 4 5 6 7 لو كان الانبوت 0 فالاوت بتاعي ايه هيطلع انبوت بلس 1 فهنا 0 هيطلع 1 واحد بالباينري كام 0 0 1 ده 1 هيطلع 2 0 1 0 ده 2 ازود عليه 1 يبقى 3 يبقى 0 1 1 ده تلاتة زود عليه واحد يبقى أربعة اللي هو تعتبر هنا 1 0 0 لكن لو كان الانبوت 4 بعمل ايه 4 5 6 7 بيكون الاوتبوت الانبوت ماينس 2 فهنا 4 تطلع 2 2 بالباينري 0 1 0 5 بالباينري 5 ناقص 2 3 اللي هي 0 1 1 دي 6 هتطلع 4 اللي هي 1 0 0 دي 7 هتطلع 5 اللي هي 1 0 1 بعد كده اعمل ايه اعمل قصدي اعمل كي ماب لل A وكي ماب لل B كي ماب لمين لل C طب نعمل كي ماب A B C 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 تعال نشوف أول حاجة الـ A وهنجيب الـ B
ومين تاني والسي. الاي بتدينا هون عند مين؟ عند 3 و6 و7. 3 6 و7 هياخد الاتنين دولت ومين، فهتبقى ايه هتساوي ايه في الاخر؟ طبعا هي المفروض دي function of x y z مش a b c، لان هنا ال input بتاع مين x y z، فالمفروض هنا مين x y z مش a b c، x y z هيبقى ايه عبارة عن مين؟ عبارة عن y z، والترم ده اللي هو مين x y. تمام، تعالوا نشوف البي. البي عندي وانز عند مين؟ عند 1 و2 وعند 4 و5، فناخد الاتنين دولت الاتنين دولت، وده هناخده لوحده، يبقى الفانكشن ده لوحده اللي هو مين اكس داش واي زد داش اورينج مع ده، الترم ده اللي هو واي داش زد اورينج مع اكس واي داش. تعالوا نشوف بقى السي. السي عند مين؟ عند 0 و 2 وعند 6 وعند 5 وعند 7، هاخد ده مع ده والاتنين دول مع ايه؟ مع بعض، فسي هتساوي اكس داش زد داش بلس اكس زد. الستيب الاخير هنعمل ايه بقى؟ نرسم السيركت دي. عندك كذا طريقة ممكن ترسم بيها السيركت، ممكن ترسم كل واحدة لوحديها بحيث تبقى واضحة بس تحت بعض، بحيث كأنها سيركت واحدة. يعني الـ A عبارة عن مين؟ عبارة عن إكس واي، وإيه هنا تاني؟ واي زد، داخلين الاتنين على مين؟ على أور، هيدينا A. الـ B عبارة عن 3 AND كلهم داخلين على أور، اللي هي اللي هي مين؟ ادينا بي. هنا طبعا داخل لي اكس داش، وهنا واي، وهنا زد داش، داخل لي واي داش، داخل لي زد داش، هنا داخل لي اكس واي داش. بالنسبة للسي عبارة عن 2 AND، الاتنين داخلين على أور، هنا داخل إكس داش زد داش، وأنا داخل إكس زد. تمام، تعالوا سؤال 4 6. سؤال جميل، بيقول لي إيه؟ عاوز أعمل ماجورت سيركت. يعني إيه ماجورت سيركت؟ ماجورت سيركت يعني بتشوف مين حاجة أكبر من حاجة تانية. بس هنا الماجورت سيركت اللي طبيعي في المسألة دي، بيقول لي عاوز أعمل ماجورت سيركت إذا عبارة عن كومبينيشنال سيركت ليها أوبوت. الأوبوت ده لو واحد، لو الـ input variable have more ones than zero the output is zero otherwise. يعني ويقول لي نعمل 3 input majority circuit by finding the circuit through stable boolean expression and logic diagram. أنا عاوز أعمل majority سيركت ليها 3 input 1 output. يقول لي لو عدد الوانز أكبر من الزيرو فهيدينا 1، otherwise else هيدينا إيه؟ 0. فتعالوا نعمل true stable، أدي x y z. هنا عدد الوانز، هنا مفيش وانز أصلا، يبقى هنا الأوت 0. هنا عندي 2 0 1 1 يبقى 0 0. هنا number of 1 عندي 2 1 1 0، هنا 1 0 1 1
إيه بقى؟ فعندي وأنزل في مين؟ في 3 و5 و6 و7، فأعمل القيمة بتاعتي 0، عندي واحد فين؟ في 3 و5 و6 و7، فهاخد الاتنين دولت يبقى إف. الاتنين دولت هما مين؟ واي زد أورينج مع الاتنين دولت اللي هو يبقى إكس، وهنا واي أورينج مع الاتنين دولت هيبقى إكس وإيه، سوري، هنا هيبقى إكس زد، وهنا هيبقى مين الثابت هنا؟ إكس إيه واي. فنرسمها عبارة عن 3 أند، وداخلين على إيه؟ على أور. هنا آدي واي زد إكس زد إكس إي واي. أو تعال نخش السؤال رقم 4-8، بيقول لي عاوز أعمل كونفرتر يكونفرت فروم الويت سيستم ده اللي هو 8 4 -2 -1 للويت اللي اسمه بي سي دي. تعال قبل ما نحل وبيقول لي طبعا بيريفير ليا للتيبل 1.5. في التيبل ده تعالوا نشوف ايه قصة الويت سيستم قبل ما نشوف حل المسألة دي. المفروض احنا خدناها في شابتر 1، لو رجعت للسلايدز بتاع الدكتور تلاقيها في سلايد في اول ليكتشر او ليكتشر نمبر 2. فايه قصة البي سي دي؟ هو نفس التيبل بتاعنا اللي هو كان من 0 ل 16، بس في الويت سيستم بيقول لك احنا بنستخدم بس الارقام من 0 لغايه 9، واي رقم بعد 9 بريبريزنتو بالارقام دي بالديجيتس دي يعني. طب هو ايه البي سي دي الاول؟ البي سي دي هو الويت سيستم بتاع الباينري بتاعنا عادي، فاكر اللي هو التيبل اللي هو 8 0 8 1 4، هو بس هناخد من كام؟ من 0 ل 9، والويت بتاعه كام؟ 1 و2 و4 و8. فمثلا عاوز 6، اللي يديني من هنا 6 2 و4، فاكتب تحت 1. 7، اللي يديني من هنا 7 1 و2 و4، فحط تحت 1. 8، اللي يديني من هنا اجمعه يديني 8، مفيش غير 8، يبقى احط تحتيه 1 والباقي كله 0. نفس القصة الويت اللي اسمه 2 4 2 1، بدل ما استخدم الواحد 2 4 شال 8 وحط بدلها 2. قال لك بقى لو حبيت اربريزنت الارقام ده بالويت ده، فتعال مثلا، وبرضو تعالوا نلاحظ هنا حاجة، طبعا دي هنا 5 ارقام وهنا 5 ارقام. قال لك الاتنين اللي في الاخر دي هنحط تحتها 0 في اول 5، وفي الاتنين التحتين والخمسة الخمسة الأواخر هنحط إيه؟ ونص. طب اشمعنى عمل كده؟ تعال مثلا، طب ايه فكرة الويت عموما؟ عندي مثلا 3، ايه اللي اجمعه من ده يدينا 3؟ 1 و2 او الاتنين دي، اللي ما تقول 1 و2 يساوي 3 تحط تحتين 1 ونز، او تقول 1 0 0 1 0 0 1 ب3. فعشان ما يحصلش لخبطة فقال لك خلاص الجزء الاولاني او من 0 لغاية 4 يبقى الاتنين الاخيرة مش مستخدمة، ومن 5 ل 9 الاتنين الأخيرة هي اللي هنستخدمها، مش فهاخد 2 و4 اللي في الآخر 2 و4، اللي يديني 8، اللي أجمع من هنا يديني 8، 2 و4 و2 فهيدينا 8. طب مثلا عاوز 3، قلنا خلاص 1 و2. بالنسبة للأكسس 3 هي نفس القصة، بس الفكرة كلها هو زي البي سي دي، بس الفرق بزود على كل رقم 3، بزود كام؟ 3. مثلا 0 + 3 = 3 فده الباينر بتاع 3، 1 و3 = 4 ده الباينر بتاع 4، 2 و3 = 5 ده الباينر بتاع 5، مثلا 8 3 8 = 11 ده الباينر بتاع 11، 9 3 و9 = 12 في الباينر بقى كام؟ 12. فالتسعة بالاكسس 3 دي الفاليو بتاعتها. في ويت تاني اللي هو 8 4 -2 -1، ار 8 4 -2 -1، نفس الفكرة، بس الويت بقى المرة دي بدل ما كان 2 1 بقى -2 -1، نفس الفكرة. اللي من الأرقام دي يديني مثلا لو عاوز أعمل 5، اللي أجمعه من هنا يديني 5، لو قلت 8 - 2 1 8 - 3 كده 5، وطبعا مش هاخد صفر، فنلاقي إن الخمسة الباينري بتاعها إيه؟ هو الفاليو دي. مثلا اللي أجمعه من هنا يديني 9،
تمانية وأربعة اتناشر، وده سالب تلاتة يدينا إيه؟ تسعة. تمام. طب إيه لازمة القصة دي؟ ليه عملوا الكلام ده كله؟ بقول لك الويت سيستم دي أو أنظمة الأرقام دي كانت أنظمة تشفير، فعشان أبعت كود هتفق أنا وأنا وأنت مثلا المصدر الأولاني سورس رقم إيه ومع سورس رقم بي على نظام نبعت بيه شفرات الأرقام بتاعتنا، فهي كل القصة كانت عملية تشفير للأرقام، بحيث لما أنا أبعت لك الكود بالمنظر ده وأنا متفق معاك إن أنا شغال مثلا 8 4 سالب 2 سالب 1، فلما أبعت لك الفاليو دي 0111 فتفهم اللي معناها 1، لكن لو كنت شغال بنظام تاني فهي كل القصة هي نظام تشفير لا أكثر. احنا قلنا البي سي دي والويت سيستم عموما كلها بيشتغل من 0 ل 9، سواء بي سي دي 2 4 2 1 اكسس 3 8 4 سالب 2 سالب 1. فمثلا نقول الارقام من 0 لغايه 9. طب لو عندي رقم اكبر من 9، عندي مثلا مثلا 17 او بلاش 17 او 17، هناخد الواحد لوحده والسبعة لوحديها. الواحد بالبي سي دي كام؟ 0001، والسبعة كام بالبي سي دي؟ 0111، ده كده بي سي دي. مثلا 15 واحد لوحده ده هو 0001، والخمسة 0101، ده كده بي سي دي. لكن بالباينر كان 15 كام؟ تمام، ده كده بالباينر. طب بالاتنين 4 2 1، الواحد هنا 0001، والخمسة 1011، ده كده 2 4 2 1. طب لو رقم 1 7 5 3، عاوز أعمله بالبي سي دي، هاخد الواحد لوحده والسبعة لوحديها والخمسة لوحديها والتلاتة لوحديها. تمام. العشرة مثلا يبقى الواحد لوحده والزيرو لوحده، واحد اللي هو 0001 0000، كده بالبي سي دي. نفس القصة بيطبق على 2 4 2 1 على الأكسس 3 على 8 4 سالب 2 سالب 1. أي رقم بعد التسعة سواء كان 2 ديجيت 3 ديجيت 4 ديجيت باخد كل أو أكتر حتى من ديجيت، باخد كل ديجيت لوحده وبشوف الفاليو بتاعته هنا كام. ومش مستخدمة طبعا الحاجات دي دلوقتي، بس بتاخدها كفكرة عامة. طيب احنا محتاجين ايه هنا في الشابتر ده؟ الشابتر ده بقى بيقول لي اعمل لي بقى السيركت اللي هي بقى هتفك لك التشفير ده. فانت لو مثلا عاوز تحول، او مش هنا طبعا هي مش بتفك تشفير دلوقتي، هي بتحول من نظام لنظام تاني. فعندي بيقول لي الانبوت بتاعك عاوز من 8 4 سالب 2 سالب 1 عاوز احوله لنظام تاني اسمه بي سي دي. طب نعمل دايره تحول لي من ده لده ازاي؟ فهيبقى ده الانبوت وده الاوت، وتروح كاتب عاملين ترو ستيبل ممكن ناخد ده كده لو ينفع ناخد سكرين شوت وقف التسجيل. فاخدت التو تيبل دولت، فيبقى بالنسبة لي ده يبقى لي 8 4 سالب 2 سالب 1، وده اللي هو البي سي دي 8 4 2 1، ده البي سي دي. ده هيبقى بالنسبة لي الانبوت والاوت، ده الانبوت ده هيكون الاوت. ممكن نسمي دي دبليو اكس واي زد، ده نسميه اي بي سي دي. فالمطلوب عندي ترو ستيبل اهو ليه 4 انبوت و4 اوت. يبقى الدايره بتاعتي عباره عن 4، ده كونفرتر ليه 4 انبوت دبليو اكس واي وزد و4 اوت اي وبي وسي ودي، عاوز اعمل السيركت اللي هنا. فكل هعمله ايه؟ همسك كل واحد مع مين؟ مع ترو ستيبل ده، هعتبر ده ايه كأن ترو ستيبل مكون من 4، وده اوبوت لوحده، وبعدين ده اوبوت لوحده، وبعدين ده اوبوت لوحده، وبعدين ده اوبوت لوحده. وبعدين اعمل للاي كي ماب
لوحديها، والبي كي ماب لوحديها، والسي كي ماب لوحديها، والدي كي ماب لوحديها. وارسم الاربع معادلات. تمام. تعالوا نشوف اول حاجه الاي. الاي بتدينا وانس برضه، تعالوا نكتب هنا ده 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ايه 9. تعال الاي بتدينا وانس عند مين؟ عند 8 و9. برضه انت ممكن تكتبها على طول، مادام دي مش محتاجه كي ماب، ممكن اقول له ايه ايه بتساوي ده اللي هو مين ده، خلاص من قلنا دبليو اكس داش واي داش زد داش اورينج مع مين، بدينا وان تاني فين هنا وهنا مع دبليو اكس واي زد ده الاي. زيد نجيب معادلة البي، احنا كده هنعمل 4 كيماب. بعد ما رسمت الكيماب نرجع نكمل حل المسألة. تعالوا نجيب معدل البي. البي عند وانز عند مين؟ تمام، هنا ادي البي عند 4 و5 و6 و7. 4 و5 و6 و7. فالمفروض اجي احط وانز عند 4 وعند 5 وعند 6 وعند 7. لا هنا ستوب بقى، هنا نلاحظ ان التروث تيبل ده معمول في اني فورمات، في الويت سيستم 8 4 سالب 2 سالب 1. فمثلا الخمسة دي الفاليو بتاعتها كام؟ الخمسة الفاليو بتاعتها معروفة 101، لكن الخمسة هنا مثلا ده قيمتها كام هنا؟ 1011. ليه بقى هنا؟ لأن الخمسة دي في أي فورمات؟ في الفورمات اللي اسمه 8 4 سالب 2 سالب 1، بينما التيبل بتاعي ده أو الكي ماب بتاعتي دي معمولة بالتروث تيبل العادي بتاعي، فينفعش أشتغل بالإندكس ده. فهتشتغل إزاي؟ مثلا هنا ده أدي 1 عند مين؟ عند 0 1 0 0. يبقى عند 0 1 0 0 أحط 1، ال 1 التاني عند مين؟ مش عند 5 بقى، عند مين؟ عند 1 0 1 1. 1 0 1 1 هنا عند 1 0 1 0 هنا عند 1 0 0 1. 1 دي عند مين؟ عند 1 0 0 1 1 0. يبقى أنا حطيت ال 1 ده عند الأربعة، وال 1 ده اللي هو 10 10 ده عند التسعة، وال 1 ده عند العشرة، والون ده حطيته عند مين؟ عند ال11. فانت ممكن هنا عشان ما تلخبطش نفسك ممكن تكتب هنا دي ايه الفاليو بتاعت الكيماب. فدي مثلا هيبقى الاندكس بتاعك مع الكيماب ده الاندكس 0، ده الاندكس 7، ده الاندكس 6، ده الاندكس 5، ده الاندكس كام؟ 15. يعني الفاليو دي 15. فانا هبص هنا ادي البي، يبقى البي الواحد احطه عند الاربعه، والواحد ده احطه عند ده قلنا كام الفاليو بتاع ده كام؟ قلنا ده 11، احط الواحد عند ال 11، والواحد ده عند ال 10، والواحد ده عند مين؟ عند التسعه. كده خلاص؟ لا ما خلاص، استوب. خلي بالك هنا فاضل ايه؟ التيبل ده كان عباره عن ايه؟ 4 فاريبل صح؟ يعني الانبوت المفروض هنا عندي كام كومباينيشن، كام كومباينيشنز؟ عندي 16 ايه 16 احتمال هنا. طب انا استخدمت منهم كام احتمال؟ من 0 لغايه 9 يعني كام؟ 10. طب فين الباقي السته التانيين اللي هو من اول 10 لغايه 15؟ فين السته التانيين؟ دول بنسميهم unused bit، بنسميهم unused. طب هم مين؟ اعرفهم ازاي؟ طب انت لو كنت عملت تروث تيبل اللي هو 8 تروث تيبل 16 الاحتمال، فدي الاحتمالات اللي استخدمتها اللي هم مين؟ ده اللي هو 0 و 7 و 6 و 5 و 4
وحداشر وعشرة وتسعة وتمانية وخمستاشر. دولت العشر احتمالات اللي استخدمتهم منين؟ من الستاشر احتمال اللي عندي بتوع التروث تيبل. فاضل لي ستة، ستة اللي هما مين؟ شوف الأرقام اللي ناقصة هنا، واحد واتنين وتلاتة واتناشر وتلاتاشر وأربعتاشر. دي اللي أنا ما استخدمتهمش من الإيه، ستاشر احتمال اللي كان في التروث تيبل ده. طب دول بنسميهم إيه؟ unused bit. طب يعني إيه unused bit؟ يعني هحط بدالهم don't care، يعني مش فارق معايا هما كانوا بـ 1 ولا بـ 0، الأوتبوت اللي قصادهم بـ 1 ولا بـ 0. فهاجي عند واحد واتنين وتلاتة أحط don't care، وعند اتناشر وتلاتاشر وأربعتاشر هحط don't care. تمام، ابدا بقى اعمل سيلكت. تعالوا نشوف هنعمل سيلكت لمين. ناخد ده مع ده، ممكن ناخد الاتنين دولت مع 2x دولت. يبقى بدل ما اخد الاتنين دولت لوحدهم، طب اخدهم مع 2x دولت، بحيث يكون ترم مكون من كام؟ من 4. واخد الاتنين دولت مع الاتنين ايه دولت، يبقى البي عندي هيبقى مين؟ الاربعة دولت اللي هو يعتبر اكس داش، اكس داش ايه واي اورنج مع الاتنين الاربعه دول اللي يعتبر اكس داش زد. طيب الاتنين دول اللي يعتبر مين؟ يعتبر اكس واي داش زد داش. تعالوا بقى نعمل معادلة السي. السي بقى عندي عنده وانز عند مين؟ على طول بقى نبص على طول، ستة وخمسة، ومين تاني؟ وعشرة وتسعة. فهاخد الأربعة دولت مع الأربعة دولت. هاخد ده. طب ما ينفعش اخد التمانية كلهم مع بعض ليه؟ لأن هنا 0 1 1 0 تشينج 2 بت، فما ينفعش اخد التمانية. فالأربعة دولت لوحديهم، الأربعة دولت لوحديهم، ده اللي هو يعتبر مين؟ يعتبر واي داش زد بلس واي زد داش. تعالوا بقى نشوف آخر واحدة اللي هي الدي. الدي عندي وانز عند مين؟ عند سبعة وعند خمسة وعند حداشر وعند تسعة وعند خمستاشر. فاخد مين؟ اخد التمانية دول كلهم، التمانية دول يعتبروا اللي هم مين؟ زد. مظبوط، من الثابت هنا الزد. وكده تبقى المسألة خلصت، فاضل بس جزء واحد اللي هو نعمل ايه؟ نرسم. طبعا الرسم هيبقى رسم عادي. تعال نرسم، نبتدي بالاي. فالاي عندي عبارة عن اتنين اند داخلين على اور، هنا دبليو اكس داش واي داش زد داش، هنا دبليو اكس واي زد. دي الاي. بالنسبة للبي هتبقى عبارة عن تلاتة أند داخلين على إيه؟ على أور. بالنسبة للسي
تبقى عبارة عن اتنين اند داخلين على ايه؟ على اور. بالنسبة للزد هنرسمها ازاي؟ الزد دي لوحديها بنرسمها في حاجة اسمها بفر، لا عكس النوت، يعني بدل ما تحط نوت هنا دي بنسميها بفر. شوف المسألة اللي بعديها. المسألة اللي بعديها ده بيتكلم عن حاجة اسمها 7 سيجمنت. 7 سيجمنت دي بيبقى عندي 7 ليد، مثلا عاوز يديني الصفر فكل الليد تنور ما عدا الليد اللي هي جي، عاوز تدينا 1 فالليد بي وسي هو اللي تقيده والباقي كله يكون ايه مطفي. ده على فكرة بنسميه 7 سيجمنت، بي سي دي تو 7 سيجمنت ديكودر. لما نيجي ناخد ديكودر هنفهم يعني ايه ديكودر. البي سي دي زي ما قلنا بيربريزنت ارقام من كام لكام، من 0 لكام، ل9. فانا كده عندي انبوت، كام انبوت؟ تمام، 4 انبوت. عرفت منين؟ لان البي سي دي الويت بتاعه كام؟ 8 4 2 1. تعالوا نسمي W X Y و Z. ويبقى عندي كام أوت؟ 7 أوت. لو عاوز زيرو فكل واحد، تعالوا نمسح عشان الزيرو يكون هو اللي شغال، لازم في كل الليد تبقى شغالة ما عدا مين؟ ما عدا G. فأحط هنا كل بونز ما عدا بس مين؟ بزيرو هو G، عشان 1 اللي إيد B و C بس البونز والباقي كله في زيرو. عشان الاتنين كله ايد ما عدا مين؟ ما عدا اف اي، فاف و اي هيكونوا في زيرو والباقي كله في وانز. التلاتة كله ايد ما عدا اف و اي. انا كان في الاثنين اف و سي، كان اف و سي هو اللي شغالين، لكن ايه كانت ايه معايا، لكن في الثلاثة كان اف و ايه هو اللي بزيرو والباقي كله اللي بايه اللي بون. عند الاربعة كله شغال ما عدا ايه و اي و دي، ايه و اي و دي والباقي كله ات. عند الخمسة كله شغال ما عدا بي و اي. عند الستة كله شغال ما عدا البي. عند السبعة كله شغال ما عدا الاف والجي والاي. عند التمانية كله شغال ما عدا مين؟ لا كله شغال. عند التمانية كله ايه شغال، كل الليد شغال. عند التسعة كله شغال ما عدا الاي. تعالى عملت الكي ماب اهي. تعالوا بقى المفروض نحط الوانز. تعالوا نعمل الوانز، هنحطها في مين؟ نحط من اول زيرو لغاية تسعة ما عدا عند مين؟ ما عدا عند واحد وعند اربعة. يبقى من اول ما عدا واحد واربعة بزيرو والباقي كله بايه؟ طبعا هحطها بس عشان ايه نلاقي لغاية تسعة بكام. طيب جميل، فاضل هنا حاجة. فاضل بقى هنا خلي بالكم كان عندنا 10 و11 و12 لغاية كام؟ 15. قلنا دول بنسميهم ايه؟ يعني مصيبات. يعني المفروض احط هنا ايه؟ احط اكسات. بس تعالوا نرجع تاني للمسألة، هنلاقيه بيقول لي ايه؟
بيقول لي the six invalid combinations should result in a blank display. A blank display يعني ايه blank display؟ يعني ولا واحدة فيهم شغال. يعني معناها ايه؟ معناها بقى ان عند من اول 10 لغاية 15 كل الاوت بتاعهم بكام؟ كله بزيرو blank، اللي هي مش شغالة. فهنا في الحالة دي مش هسميهم unused bit، تبقى بلانك، هتبقى قيمهم بزيرو، فمش هحط اكسب. لكن لو كانت مسألة عادية وهو ما قاليش، يعني زي كانت المسألة اللي قبليها وكان بعمل بي سي دي لحاجة تانية وبستخدم بي سي دي كانبوت، كنت لازم احط من اول 10 لغاية 15 احط دونت كير اللي هي اكس. بس هنا عشان قال لي اللي هي اعتبرها بلانك يعني مش هتنور، فتبقى الفاليو اللي داخله لها زيرو. ففي الحاله دي مش هحط هنا ايه اكسات في المساله دي. دلوقتي عندي ones، تعال نشوف بقى نسلكت الones اللي ممكن نعمل لهم سلكت. عندي في خلي بالكم هنا في ones ادي اتنين، فهاخد الاتنين دولت مع بعض و الأربعة دولت ممكن أخدهم مع بعض، ده ممكن أخده مع ده، ده ممكن أخده مع ده، وأكتب الفانكشن بتاعتي يبقى f بتساوي الأربعة دولت اللي يعتبروا w داش y plus w داش x z بلس x داش y داش z داش. هعمل نفس القصة لمين؟ ل b و c و d و e و f و g. يبقى تاني ما ننساش اللي احنا محطيناهش هنا don't care عند 10 و 15، عشان هو قايل لي في المسألة ان الستة invalid combination هتبقى blank يعني مطفيين، هيبقى قيمهم كلهم هنا بزيرو مش don't care. تعالوا نخش للجزء الثاني اللي بيقول لي هنا في السؤال ده، بيقول لي using a four half adder design a full subtractor circuit incrementer. طبعا في غلطة هنا، هنا المفروض مش full subtractor، هو بيقول لي design استخدام full half adder استخدم ايه؟ اعمل دايرة بتعمل increment bonds. يعني الاول ايه اللي هو الهاف ادر؟ الهاف ادر هو عبارة عن سيركت بتجمع لي 2 بت اكس واي، 1 بت 1 بت، طلع لي حاجتين، طلع لي سم وكاري. فانا مثلا لو عندي اي بلس بي، هنا اي بي سي اجمعهم على اكس واي زد، فانا هاخد داخل الاتنين دولت على هاف ودولت على هاف ودولت على هاف، هطلع لي سم كاري سم كاري سم كاري. فانا في الدايره دي انا عاوز اعمل ايه؟ يقول لي اعمل لي فور هاف ادر، يعني عاوز اجمع 4 بت عشان اجمع ايه؟ عشان ازود عليها واحد، عشان ازود عليها واحد. مثلا لو عندي بت ده بيكون 4 بت، هسميهم بي 3 بي 2 بي 1 بي 0، يبقى ده الرقم باينري بيكون 4 بت، عاوز ازود عليه واحد فهجمع عليه واحد. تعال نجمع بي 0 بلس 1 هنسميه مثلا سم 0، ويتبقى هنا كاري 0 كاري 0 بلس بي 1 هدينا سم 1، ويتبقى كاري 1 كاري 1 بلس بي 2 هدينا سم 2، ويتبقى كاري 2 كاري 2 بلس بي 3 هدينا سم 3 وكاري 3. فزي ما قلنا هاف ادر بيخش لها كام بت؟ 2 بت 2 بت. عندي هنا ادي اول هاف ادر هيخش عليهم الاثنين دول يديني سم 0 بعدين كاري 0 بعدين كاري 0 هجمعه مع بي بت مع بي 1 يدينا سم 1، بعدين ده على 2 هاف ادر دي على الهاف ايه الهاف ادر. فهستخدم ادي 4 هاف ادر 1 2 3 4 هاف ادر، لازم تكتب كده في النص هاف ادر هاف ادر هاف اي. اول واحده هيخش لها عليها 1 ومعاها بي 0 ادينا سم 0 ومين كاري 0 تكون داخله مع بي 1
ادينا صم واحد، بعدين كاري واحد داخل مع بي اتنين، ادينا صم اتنين، كاري اتنين، ادينا صم تلاتة، بكاري اي تلاتة، طبعا داخل مع بي اي بيسري. هنا بيقول design 4 bit combinational decrementer اللي هو بيعمل ايه؟ subtract 1 from a 4 bit binary. عاوز اعمل دايرة بتطرح واحد من الباقي. تعالوا ازاي احنا كنا بنطرح رقمين، نفس القصة ده، عندي بي تلاتة، بي اتنين، بي واحد، بي اي زيرو، عاوز اطرحها ماينس واحد. واحد ده اللي هو عبارة عن ايه؟ وان زيرو زن. المفروض اجيب الايه؟ توز ايه؟ كومبلمنت بتاعي، توز كوم بتاع وان ايه؟ اسيب اول واحد واقلب اللي بعديه، فده هيبقى وان وان وان. وقت المسألة جمع، يبقى انا بعمل ايه دلوقتي؟ بجمع بي زيرو، بي وان، بي تو، بي ثري، بلس وان 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 وان. في الحالة دي بقى مش هينفع استخدم هاف أدر. ليه مش هينفع استخدم هاف أدر؟ أنا عندي هاف أدر قلنا بتخش لها 2 بت بتطلع لي صم وكاري، لكن عندي حاجة تانية اسمها فول أدر بتجمع لي 3 بت بتجمع لي صم وإيه وكاري. فتعال نجمع ده، في 0 بلس 1 هيدينا صم 0 كاري 0. هنا بقى هضطر أجمع كاري 0 بلس بي 1 بلس 1، دول 3 بت، 3 بت ما ينفعش استخدمه على هاف ادر، فهستخدم ايه؟ فول ادر. يبقى صم واحد هنا كاري واحد، صم اتنين كاري اتنين، صم تلاتة كاري تلاتة. يبقى انا اقدر استخدم في اول مرة هنا استخدم هاف ادر عشان بجمع ايه؟ تو بت، لكن في كل واحدة من دولت هستخدم ايه؟ فول ادر. فادي ادي هاف اذر، فول اذر، فول اذر، وادي الفول اذر الرابع. اول واحد دخل عليها مين؟ دخل عليها 1 وبي 0، وهيدينا مين؟ الصم 0، مين تاني؟ الكاري 0. الكاري 0 داخل مع مين؟ مع بي 1 و1، بي 1 ومين كمان؟ 1، هيدينا صم 1. هنا هيدينا كاري واحد داخل مع بي اتنين وداخل مع واحد، وهيدينا صم اتنين وكاري اتنين داخل مع بي تلاتة مع واحد هو ده، فهيدينا صم تلاتة كاري تلاتة. يبقى تاني، يبقى استخدمت هنا في هاف أدر، هنا في فول أدر، ودي فول أدر برضو، ودي استخدمتها على فول إيه؟ فول أدر. استخدمت وان هاف أدر مع تلاتة فول أدر. هي بس غلطة من في الكتاب اللي احنا نستخدم، فالأولى هي اللي أقدر أستخدم فيها هاف أدر بس، أنا لازم أستخدم هاف أدر أند فول أدر. تعالوا بقى في السؤال ده، ده سؤال مشابه للهاف أدر والفول أدر، بس بسميه هاف سبتراكتور فول سبتراكتور. عاوز يعملها بنفس فكرة الهاف أدر والفول إيه. تعالوا نبتدي أول حاجة، تعالوا نعمل الهاف. يقول لي ديزاين هاف سبتراكتور سيركت ليها تو انبوت اكس واي، والاوت ليها تو اوت الديفرنس والبرو. ايه هو البرو ده؟ يعني لما تيجي مثلا عندك صفر ناقص واحد، فبيقول لك تستلف واحد. فاكرين احنا صغيرين لما كنا لك نستلف واحد من اللي جنبيه؟ طبعا مفيش حاجه جنبيه، هي باي انتويشن، فدي هتبقى كام؟ اتنين، فاتنين ناقص واحد بواحد، وكده احنا استلفنا ايه؟ واحد.
لكن في الحقيقة الكمبيوتر مش بيطبق النظرية، مش بيطبق النظام ده، هو بيطبق اللي احنا خدناه قبل كده، يحول الرقم لتوس كومبلمنت ويعمل العملية اللي بنعملها في شابتر 1. بس هنا دي لو حبيت تعمل سيركت بتعمل الفكرة دي، هنعملها ازاي؟ كأنه تدريب على فكرة الهاف أدر والفول أدر. فاللي ما فهمش الهاف أدر والفول أدر التروستيبل بتاعه اتعمل ازاي ممكن يفهمها من هنا. تعالوا نعمل أول حاجة الهاف إيه؟ هاف سبتراكتور تبقى عبارة عن تروث تيبل اكس واي، وهيطلع لي الديفرنس والفرق اللي بينهم والبر رقم الفاليو اللي احنا سلفناه. طبعا ده تو فاليو 0 0 0 1 1 0 1 1. 0 ناقص 0 0 ما استلفناش حاجة، 0 ناقص 1 ما ينفعش فهستلف 1، فدي هتبقى 2، 2 ناقص 1 1، 1 ناقص 0 1 ما استلفتش حاجة، 1 ناقص 1 0 وإيه؟ ما استلفناش حاجة. فيبقى معادلة الديفرنس إيه هي؟ تمام، هنبص على مين تير إكس داش واي بلس إكس داش أو إكس واي إيه داش اللي تعتبر إكس أورنج إيه واي. طب البر اللي هو الون ده اللي هو مين؟ إكس داش واي. لو لاحظنا فيها شبه كبير جدا من الهاف أدر، أو هي هي تقريبا، معانا اللي هناك كانت إيه؟ إكس واي، كان الفرق هناك إكس واي لكن دي إكس داش واي. فكده يبقى عملنا إيه؟ الهاف سبتراكتور. تعليق بس بسيط هنا، مش معنى إن مش معنى اللي احنا نقول بنستلف 1 فالكمبيوتر بيستلف 1، لا، هو كل القصة بيقول لو داخل لي عند 0 1 هو مش هيستلف 1. هو كل القصة طالما ده بقول للكمبيوتر لو دخل لك 0 1 الاوتبوت هيكون 1 1. فانا كل القصة بعمل التروث تيبل وبكتب فيه كل الاحتمالات، وبكتب الاوتبوت بتاع اللي عاوزه يطلع لو دخلت الانبوتس دي فهيطلع لي الاوتبوت دي. لكن الكمبيوتر في الحقيقة مش بيستلف حاجة، لأن قلت له لو دخل لك 0 1 الاوتبوت بتاعك هيكون 1 1. ده بس كان تعليق بسيط عشان محدش يقول ازاي الكمبيوتر بيستلف، لا الكمبيوتر ما بيستلفش حاجه، ده انت اللي بتحدد الانبوت والاوتبوت بتاعها هيكون ايه. طيب تعالوا بقى لو حبينا نعمل الفول سبتراكتور. الفول يعني بيخش لها 3 انبوت وهيطلع الديفرنس والبور، ادي صفر 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 تعالوا نطرح صفر ناقص صفر 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 ما استعرفناش حاجة، صفر ناقص صفر وصفر، صفر ناقص واحد ما ينفعش هنستلف واحد، ده يبقى اتنين، اتنين ناقص واحد واحد، صفر ناقص واحد ما ينفعش نستلف واحد، فيبقى ده اتنين، اتنين ناقص واحد بواحد، واحد ناقص صفر واحد، صفر ناقص ما ينفعش فنستلف، فده يبقى اتنين، اتنين ناقص واحد بواحد، واحد ناقص واحد بصفر، واحد ناقص صفر واحد مستلفناش حاجة، واحد ناقص صفر بواحد، واحد ناقص واحد بزيرو مستلفناش حاجة، واحد ناقص واحد بزيرو، زيرو ناقص زيرو زيرو مستلفناش حاجة، واحد ناقص واحد بزيرو، زيرو ناقص واحد فنستلف واحد، ويبقى ده اتنين، اتنين ناقص واحد بواحد. تعالوا بقى نجيب معادلة الديفرنس، أو مش هينفع نجيبها على طول، لازم نستخدم عند الوانز فين؟ هنا وهنا وهنا، ده اللي هو مين؟ ده صفر واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة الانتكس، عند واحد واتنين و أربعة وسبعة قاعد أعرفها كده. أول ما تلاقي الأربعة كده نفس الترتيب ده بيساوي على طول x أورينج y x أورينج z. طيب لو أنت مكنتش تعرف هتحلها إزاي؟ هتقول طبعا هتضطر تاخد كل ترم لوحده. اشمعنى كل ترم لوحده؟ مقدرش أخد ده مع ده ليه؟ عشان الفرق بينهم 2 بت، مينفعش أخد الاتنين دولت مع بعض عشان الفرق بينهم 2 بت.
هيبقى عندك المعادلة بتاعتك ده اللي هو مين؟ اكس داش واي داش زد اورينج مع اكس داش واي زد داش اكس اورينج مع تعالى ده اكس واي داش زد داش بلس اكس واي زد. لو اخدت هنا اكس داش مشترك في واي داش زد بلس واي زد داش بلس اكس واي داش زد داش بلس واي زد تمام. ده اكس داش ده اللي هو مين؟ واي اكس اورينج زد بلس اكس واي اكس اورينج زد كل داش ده الاكس نور ودي اكس ايه؟ اكس اور. لاحظ ده اكس وده اكس داش وده عكس ده نفس الفورمات ده، فيعتبر ايه؟ يعتبر اكس اكس اورينج واي اكس اورينج زد تاني. يعني كأني مثلا دي اكس داش ودي سميها ام بلس اكس، فدي تبقى اذا كان دي ام يبقى ام ايه؟ داش، اللي هي تعتبر اكس اورينج مين؟ ام. ام اللي هي مين؟ واي اكس اورينج زد تمام. ده كده مين؟ الديفرنس. تعالوا مين بقى البرو؟ فالبرو حط وانز عند مين؟ عند واحد واتنين وتلاتة، وعند مين كمان؟ عند سبعة. فهاخد الاتنين دولت الاتنين دولت الاتنين دولت، فالبرو معادلتها هتبقى اتنين دولت اللي هو واي زد بلس اتنين دولت اللي هو اكس داش واي اورينج الاتنين دولت اكس داش زد. بس كده حبينا نرسم اكس واي زد ده كده الديفرنس، وبعدين البرو يقول لي اكس واي ايه تاني اكس داش واي واكس داش اي زد. ممكن ناخد الاكس داش هنا مشترك فتبقى واي بلس زد. بعدين عندي واي اورينج أو كنا نسيبها زي ما هي أحسن، أنا نسيبها إكس داش مع واي إكس داش مع زد فيل عشان الرسم إيه واضحة أكتر. هي دي ده كده إكس داش مرة هاخده مع الواي مرة هاخده مع مين؟ مع زد. الاتنين في الآخر يخشوا على ايه؟ على أوف. يبقى ده مين؟ البر. تعالوا بقى السؤال ده مهم جدا، بيقول لي مدينا الـ other subtractor دي، مدينا الـ values دي، بيقول لي ام 0 0 0 1 1. طبعا كل ده يعتبر سؤال واحد، احنا هنحل واحدة فيهم. هو قصده ايه هنا؟ خلي بالك لما يكون الام ام لو بزيرو معناها addition، لو الام ب1 معناها subtraction. تعالوا مثلا نخليها subtraction، نحل سي. لو كانت الام هنا ب1 وهنا بقى هم دي قيم الـ A وقيم الـ B، فالـ A 0 0 1 1
زيرو زيرو وان وان، كل اللي بتعمله بتعمل تريس، والبي زيرو 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 وان. طب خليك عارف ان وان اكسورينج وان بزيرو، وان اكسورينج زيرو، وان اكسورينج وان زيرو، وان اكسورينج زيرو بايه؟ وان زيرو اكسورينج زيرو بايه؟ زيرو. طبعا زيرو اكس اورينج وان بايه؟ وان. لو الاتنين عكس بعض بيدينا وان، لو الاتنين زي بعض بيدينا ايه؟ زيرو. فهنلاقي هنا وان داخل وان مع الزيرو اكس اورينج مع الزيرو فهيدينا ايه؟ هنا طالع ايه؟ وان مع الزيرو فهيدينا وان. هيدينا ايه؟ 1. فيبقى 1 انا داخل كاري هنا او كاري ب 1، يبقى 1 0 1 هيدينا ايه؟ 1 زائد 1 بكام؟ بصفر. والكاري 1 هيبقى بكام؟ 1. هنا طبعا 0 مع ال 1 هيدينا كام؟ هيدينا 1. هنا 1 بلس 0 بلس 1 هيدينا 0، الكاري هيبقى بكام؟ الكاري هيبقى بواحد. هنا زيرو اكس اورينج وان هيدينا وان، هنا وان وان هيبقى وان، والاوتبوت هيبقى بكام؟ بوان. هنا وان وهنا وان اكس اورينج وان بزيرو، فواحد زائد واحد زائد زيرو بكام؟ بزيرو، والكره هيبقى بكام؟ الكره هيبقى بواحد. بس هو ده اللي مطلوب منك، هل بقى في اوفر فلو ولا لأ؟ هتعرف في اوفر فلو ولا لا اللي احنا بناخد اخر تو كاري. لو التو كاري عكس بعض يبقى اخر تو كاري، لو عكس بعض يبقى كده في اوفر فلو، لو زي بعض يبقى مفيش اوفر فلو. فهنا 1 اكس اورينج 1 هيدينا ايه؟ هيدينا 0. برضه انت ممكن تعملها ازاي؟ ممكن تيجي تعملها على جنب، هتقول ادي ال A 0 0 1 1 وادي ال B 0 0 0 1. احنا بنطرح نجيب التوس كومبل، من ده التوس كومبل بتاع ده هيبقى كام؟ هو هو، لان بعد اول واحد هنقلب فمفيش، يبقى 0 0 1 1 1 و 0 يتبقى واحد، نعمل له ايه؟ دروب. هتلاقي فعلا نفس الاوتبوت 0010. دي من المسائل المهمه جدا اللي بتيجي كتير في الامتحان. هنا بيقول لي عاوز يحسب حاجه اسمها البروباجيشن ديلي للسيركت بتاعتي. يعني ايه بروباجيشن ديلي؟ دي لو احنا بصينا للهاف ادر بتاعتي دي، للفول سبتراكتور ده، هلاحظ ايه؟ ان الدايره دي ما بتشتغلش الا لما الكاري ده يتحسب، فبيحصل ديلي. والفول ادر دي مش هتشتغل الا لما الكاري ده يتحسب، والفول ادر دي مش هتتحسب الا لما الكاري ده يتحسب. ده بنسميه بروباجيشن ديلي. طب هل في طريقه ممكن احسب الكاري ده بارلل مع بعض في نفس الوقت؟ تعال نشوف. عملوا حاجه اسمها كاري لوك هيد جنريتور. الفكره بتاعته عباره عن ايه؟ طبعا دي هنلاحظ ايه؟ ان الكاري ده، ان طبعا سي انبوت ده الانبوت اول كاري، كاري واحد هو عباره عن مين؟ هو عباره عن، تعال نشوف، هي الاور دي داخل لها مين؟ داخل لها جي، وداخل لها مين تاني؟ وداخل لها اندنج مين؟ بي اي او بي. لو هنقول بقى كاري 1 فهي مستنيه جي 0
وهتستقبل مين تاني؟ بي زيرو، ومين كمان اندنج مع مين؟ مع سي زيرو. فانت هتحسب دي. طب تمام، تعال بقى سي تو. سي تو هتبقى معتمدة على مين؟ معتمدة على جي ون. ما ده بقى جي ون وبي ون اندنج مع مين؟ مع سي ون. فكنت هتضطر بقى تقف تستنى لغاية ما سي ون تتحسب، وبعدين سي تلاتة معتمد على مين؟ معتمد على جي تو، بي تو، سي تو. فانت مستني لما سي ون تخلص عشان تخش على مين؟ مستني ان سي تو تتحسب عشان تحسب مين؟ سي تلاتة. طب هل في طريقة اللي انا ممكن احسبهم مع بعض؟ هنلاحظ ايه؟ نخلي ان كلهم هما function of، يعني مثلا هي سي ون، هي سي مش سي تو مستنيها سي ون. ما هي سي ون هي عبارة عن ايه اصلا؟ عبارة عن جي زيرو بلس بي زيرو كاري زيرو. فتيجي تبقى الدايرة بتاعت سي تو هتبقى function في مين؟ في جي زيرو سي زيرو بي زيرو. وسي تلاتة هي معتمدة على مين؟ معتمدة على سي تو. سي تو اللي في الأصل اللي احنا فكيناها بقت بكام؟ بقت جي ون بلس بي تو جي ون، بعدين بي تو في بي ون في جي زيرو. هنا خلي بالكوا دي غلطة في الكتابة، المفروض دي تبقى بلس مش ايكوال، في بي تو بي ون بي زيرو سي زيرو. بأصبح إن سي تو وسي ثري هي function of مين؟ في جي زيرو بي زيرو سي زيرو. فبالتالي سي تو مش مضطرة تستنى سي ون، وسي تلاتة مش مضطرة تستنى سي تو. ده كلهم التلاتة هيشتغلوا في نفس الوقت، لأنهم كلهم بقى أصبحوا معتمدين على مين؟ على جي زيرو بي زيرو سي زيرو. تمام. فاللوكال هيد كل اللي عمله، ايه؟ فكينا بس الكاري ون وخلينا كلهم function of مين؟ of جي زيرو بي زيرو سي زيرو. زي ما قلنا دي تاني غلط في الكتاب، المفروض دي مش ايكوال، المفروض هنا ايه؟ بلس. فبالتالي عملنا دايرة بتاعتهم سي ون سي زيرو، طبعا اللي هي الانبوت كاري ده مفيش مشكلة. سي ون تبقى داخلها مين بقى؟ جي زيرو وبي زيرو سي زيرو. وبالتالي سي تو هتبقى جي ون اورينج مع بي ون جي زيرو بي ون بي زيرو سي زيرو. أصبح الكل معتمد على مين؟ على جي زيرو بي زيرو سي زيرو اللي هي بتتحسب أول مرة، فكلهم اللي هي بتتحسب فهتتحسب كلهم. فبي زيرو جي زيرو جي زيرو بي زيرو سي زيرو هتتحسب في التلاتة مرة واحدة في نفس الوقت. فبالتالي أصبح إن سي ون وسي تو سي ثري سي فور كلهم بيتحسبوا في نفس الوقت. تمام كده؟ تمام. فبقاش إيه في بروباجيشن ديلي. فدلوقتي أنا عندي دلوقتي أدي الإنبوت بتاعي داخل، ده هنسميه ليفل 1، وده اللوك هيد جنريتور اللي هو ده ليفل 2. ده طبعا السيركت دي هي دي، بس ده البلوك دايجرام بتاعها. وبعدين ليفل 3، وبعدين الاوتبوت بيطلع فين؟ ليفل اي 4. تعال بقى نرجع للمساله بتاعتنا. بيقول لي ايه؟ احسب البروبجيشن ديلي لو كان الاكس اور بتاخد 10 نانو سكند، والاند بتاخد او الاند او الاور بتاخد 5 نانو سكند، فاحسب البروبجيشن ديلي. هنلاحظ هنا في ليفل 1 فيها ايه؟ في واحده في طبعا كلهم بيتحسبوا في نفس الوقت، يعني فدي بتتحسب في 10 نانو سكند ودي بتتحسب في 5 نانو سكند. مين الاكبر فيهم؟ اكيد ال 10 نانو سكند. فدي هتاخد كل هياخدوا ايه؟ واحده طبعا الاكس اور بتاخد 10 ودي بتاخد 5 فيهم كلهم، لو واحد على احتمال ان كلهم بيتحسبوا ايه؟ بياخدوا 10 نانو سكند. يعني دي هتاخد 10 ودي هتاخد 10 ودي هتاخد 10 ودي هتاخد 10، بس ايه طبعا بارلل، فكلهم بياخدوا 10 نانو سكند. ودي بتاخد 5 ودي 5 ودي 5 ودي 5. طب مين الاكبر، 10 ولا 5؟ اكيد ال 10 اكبر. فهنا ده الليفل ده محتاج 10 نانو سكند. تمام. فده الوقت هياخد ايه؟ 10 نانو سكند. تخش الليفل 2 كله عباره عن اند، كل اند بتاخد ايه؟ شغالين مع بعض في نفس الوقت، كل اند بتاخد كام؟ 5 نانو سكند. طيب الليفل 3 كله عبارة عن ايه؟ عن اور، كلهم شغالين في نفس الوقت، كل واحدة بتاخد ايه؟ 5 نانو سكند. يعني الليفل ده بياخد 5 نانو سكند، الليفل ده 5 نانو سكند، الليفل ده 10 نانو سكند. اخر ليفل كله اكس اور، الاكس اور بتاخد كام سكند؟ 10 نانو سكند.
يبقى الفور ليفل بياخدوا كام سكند؟ ادي 10 بلس 5 بلس 5 بلس كام؟ بلس 10 هيساوي كام؟ 30 نانو سكند. يبقى تاني اللوك هيد جنريتور ايه اللي عمله لي؟ خلالي بدل ما يبقى كل كاري مستني الكاري اللي قبليه، لا خلاهم كلهم بيتحسبوا مره واحده اعتمادا على كلهم بيحسبوا بس ايه فانكشن واحده اللي هي جي 0 بي 0 سي سي اي 0. وش معنى هنا قلت 10 انا ساكن بالرغم ان عندي اند؟ طب ما العشر عشان العشرة اكبر من كام؟ من الخمسه. فانت هتستنى 10 ده هيتستنى كده 5 ثواني وده هيشتغل 10 ثواني، فبالتالي هاخد العشرة الأكبر. تمام. نيجي للسؤال الأخير ويبقى الشيت ده كده خلص. بيقول لي إيه design a combinational circuit that compare to 4 bit numbers to check if they are equal. لو الاثنين if the circuit أو if the circuit output is equal to 1 if the two numbers are equal and zero otherwise. يقول لي عاوز اعمل دايره تعمل ايه؟ بتكمبير التو نمبر، كل نمبر 4 بت. لو الاثنين بيساووا بعض، لو ايه ايكوال بي يدينا 1 إلس يدينا ايه 0. طب نعملها ازاي دي؟ ايه اللي ممكن فاكرين الاكس اور اللي احنا لسه كاتبينها فوق؟ لو عندي 2 بت اكس واي اكس اورينج واي، لو 0 0 هتدينا ايه 0، ولو 1 1 تدينا 0. قلنا لو الاثنين عكس بعض بتدينا 1 ولو زي بعض بتدينا 0. فايه اللي نعمله؟ نستخدم اكس ايه اكس نور بقى عكس الكلام ده. الاكس ده كده اكس او الاكس نور لو الاثنين زي بعض تدينا 1 لو عكس بعض تدينا ايه 0. كل اللي هنعمله ادي اكس نور لو عندي 2 بت مثلا قلنا ايه عبارة عن 4 بت اي 3 اي 2 اي 1 اي 0 وعندنا البي عبارة عن بي 3 بي 2 بي 1 بي 0 فهدخل كل 2 قصاد بعض مع بعض فهنا هيخش اي 3 مع بي 3 وهنا بي 2 مع اي 2 وهنا بي 1 مع اي 1 وهنا بي 0 مع اي 0 طبعا ده اكس نور. فلو كلهم ادوني 1 معناهم كده اللي هما ايه بيساووا بعض. ايه الحاجة تقول لي بقى اللي كلهم لازم يكونوا ب 1؟ يبقى ادخلهم على اند، ان 1 عشان دي تدينا 1 لازم يبقى كله ب 1، لكن لو واحد فيهم ب 0 هتدينا 0 يبقى الاتنين مش بيساووا ايه بيساووا بعض. وبكده يبقى الشيت ايه الشيت خلص.